المستشفيات كثيرة والمباني كثيرة، ولكن هذا المستشفى بالذات يخشى الناس من الدخول فيه، والسبب نوعية المرض الذي تعالج في هذا المستشفى، ولهذا أكثر الناس يخشى ويخاف من الدخول في هذا المكان. وعندما تذكر له اسم هذا المستشفى يقولون نسأل الله عز وجل العافية. فالناس إذن تخاف من المرض وتخاف أكثر من مرض السرطان، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الشفاء والعافية من جميع الأمراض بإذن الله. ولذلك أحد المرضى في هذا المستشفى عندما جاءه البلاغ وجاءه الخبر وقيل له أنك مصاب بهذا المرض، ماذا قال وردد؟ قال لقد توقف الزمن الآن. ما هي نفسية هذا المريض عندما يتكلم بهذا الكلام؟ لا شك أنها هي نفسية محبطة، نفسية مترددة، نفسية بعيدة في الأمل وفي التفاؤل في الارتباط بالله عز وجل. قال لقد توقف الزمن، ولكن لا يعلم هذا المريض أن هناك مرضى كثر قد أصيبوا بمرض السرطان ثم شفوا بإذن الله. ولهذا على قدر ما ندخل بهذه النفسية المتفائلة في مثل هذه الأمراض بقدر ما يساعدنا هذه النفسية على العلاج مع الارتباط بالله تبارك وتعالى. ولهذا هناك مرضى كثير وقد مروا بتجارب كثيرة. السيد محمد العتيبي صاحب فكرة فريق الدعم الإيجابي، وقد عاش معاناة المرض مع ابنته، ولكن نظر إلى المرض بطريقة إيجابية فأسس مشروعا على أثر ذلك. فكرة فريق الدعم الإيجابي مرضت بنتي مرض السرطان، بعدين يعني فكرنا، عانيت من الأمر هذا أنا الحمد لله، تقبلنا الأمر هذا، بعدين فكرنا في فريق الدعم الإيجابي. الناس بحاجة إلى من يوقف وياهم، بحاجة ليرفع معنوياتهم، فكوننا فريق الدعم الإيجابي من الناس اللي الله شفاهم سواء النساء أو الرجال. خلينا الرجال يزورون الرجال والنساء يزورون النساء. كنا أفراد جهود فردية التقينا في الفريق هذا الحمد لله لننفذ وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة المرضى. سبحان الله، كان من أهداف الفريق هذا أهداف نمائية وأهداف وقائية وأهداف علاجية. طبعا الفريق الدعم الإيجابي من يعني مهامه أو أعماله أنه يرفع معنويات المرضى، وهذا مثال حي. لما يجي مريض أو مريضة سابقا الآن الله شفاهم سبحانه وتعالى، يقول حق المريض كان يجي قدامك مثل حي، الله سبحانه وتعالى الآن شفاه، لا تخاف، الله سبحانه وتعالى قادر أن يشفيك. فتكون كأنك رديت الروح حق المريض، كان ما عنده أمل والآن عطيته أمل. فالحمد لله نجحنا نجاح كبير في الأمر هذا يعني. وإدارة طبعا دائما المستشفيات لمن يكون عندهم فريق دعم إيجابي هم يساعدهم في مرحلة العلاج، لأن طبعا من 3/4 العلاج هو الدعم النفسي. بعد ما شفيت من هذا المرض والحمد لله، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فحبيت أني أوصل تجربتي للمرضى، فقمت أزورهم في المستشفى وأنقل لهم تجربتي وأكلمهم عن كل اللي صار لي. والحمد لله كان أول شيء يتقبلون مني هذا الكلام ومن تجربتي والحمد لله. فأنا اشتركت في الدعم فريق الدعم الإيجابي من مشروع الأمل. طبعا في عندنا عدة أهداف أخرى، اللي هي أن احنا نوصل المريض إلى السعادة وإلى تحسين نوعية حياة المريض. طبعا هذا المريض إذا أصيب بهذا المرض يصاب بالقلق، احنا نحول هذه الأفكار الخاطئة والسلبية إلى أفكار إيجابية، نوصل مع المريض إلى النفس المطمئنة اللي تعطي جرأة من الاكتفاء الذاتي، اللي هو يعطي حق نفسه الدعم الذاتي من نفسه ويوصل حق نقطة السعادة اللي احنا هذه هدفنا في فريق الدعم الإيجابي.
وحصد نتائج إيجابية كثيرة وعاش قصصا ناجحة مع فريق الدعم الإيجابي. فريق الدعم الإيجابي من الأخوة والأخوات كلهم متطوعين الحمد لله. أنا ودي أجيب لك قصة. مرة كان لنا لقاء بالتلفزيون فاتصل فينا واحد وقال أنا أبوي مريض، أبوي مريض نفسيا، أبوي مو راضي ياخذ العلاج، أبوي يقول ودوني العمرة أنا خلاص بموت، مع أنه سبحان الله المرض السرطان له علاج. فرحنا له بالبيت، خذيت اثنين من الأخوة اللي الله سبحانه وتعالى شفاهم ورحنا له بالبيت، قعدنا وياه، قاعد كل أخ مثلا يقول أنا عندي الغدد، الغدد واحد يقول عندي بالرئة وعندي كذا، والآن الله شفانا شفاء تام. فارتفعت معنويات الأب وقال يعني الله شفاكم صج، طبعا الله قادر على كل شيء. قال يعني بس يقولون مرض السرطان ما له علاج. لا له علاج وفي نتائج، وهذه الاثنين احنا جايبينهم لك، شفت شلون. فطبعا ارتفعت معنوياته. بعد ما رحنا منه اتصل علينا قال والله الحمد لله الوالد باكر قال ودوني اخذ العلاج، والحمد لله بعد شهر شهرين اتصلنا فيه وقال الوالد الحمد لله جسمه مستجيب العلاج. انا اقول مرض بنتي خير حق المرضى. انا كنت في سفره من سفراتي مرافقه لاختي مريضه، وكانت واحده من زميلاتي وصديقاتي كانت في دوره، فالتقيت معها في هذه السفره سبحان الله، فاخذتني على جنب في احدى المحلات وكانت تشكي لي تقول لي اني انا فيني ورمه في صدري سبحان. قلت لها ان شاء الله ما كل الخير، شوفيني انا قدامك سويت العمليه ونجحت، عرفت انها في هذا المرض. رجعت الكويت وسوت العملية، والله العظيم يوميا يمكن حوالي باليوم 10 مرات وأنا كنت معاها أتكلم معاها بالتليفون، حتى خروجها من العملية وسوت العملية أنا لو كنت بيمها عندها كان معنوياتها ارتفعت أكثر وأكثر، بس هذا بالتليفون والحمد لله خذت العلاج الكيماوي وخذت الإشعاع، والحين ما شاء الله لا إله إلا الله بقدرة الله سبحانه وتعالى ماكو أحسن منها. القصص اللي أنا يعني كلها أجمعها في مصب واحد، إن إحنا خلينا هذا المريض ينتقل من إن هو يواجه ويحس إن هذه محنة إلى منحة ربانية، وهذا اللي أنا قاعد أحس وأشعر فيه، ويمكن الأخوان والمرضى أو فريق الدعم الإيجابي لما صارت معهم اللقاءات أكدوا هذا في كثير من القصص والمواقف. وقد عاش قصصا كثيرة في دعم الأهل لمريضهم عندما يخبر ولأول مرة بمرضه الذي أصيب به. دور الأسرة دور مهم، دور الأسرة لازم يكون يعني يرفع معنويات المريض. أنا بقول لك قصة. مرة مرينا بالممر مع فريق الدعم الإيجابي، شفنا الأسرة منهارة عند الباب كلهم يبكون، فقعد معاهم واحد من الأخوة من الفريق الدعم الإيجابي وقالهم ايش فيكم انتم؟ قالوا أبونا داخل مريض فيه مرض سرطان ونخاف أبونا يموت ونخاف، قاعد يقولون أشياء كلها سلبية. فقال يبا شفيكم أنا مريض سرطان، أنا كان معاي الغدد وكان معاي بالرئة وكان معاي بالعظام وست أماكن المرض جاني فيه، والحين ما فيني ولا شيء، وهذه تقاريري وهذه. قالوا والله. المهم ارتفعت معنوياتهم، تغيروا الأسرة، تغيرت حتى ملامح الوجه تغيرت، لأن هذا ينعكس على المريض، إذا شاف ملامح الوجه مثلا متغيرة وكذا يقول أكيد فيني شيء. فدشوا على والدهم بشكل ثاني، دشوا على والدهم يعني وهم يبتسمون، حتى اللبس له دور. فدشوا دخل وياهم الأخ هذا وكلم الأبو، وكان الأبو بس يطالع عياله، فكانوا عياله يبتسمون تغيروا. فقال ليش الدكتور قايل لكم شيء؟ قال لا يبا انت بخير والدكتور يقول بخير وكذا. اصبح صار الابو يضحك مع عياله وتغيرت نفسيته. فالاسره لها دورها دور جدا مهم. سبحان الله يوم سمع زوجي اني انا مريضه في هذا المرض جاته صدمه، فسبحان الله اله الا الله محمد رسول الله، بثيت في روح الامل، قلت له لا تخاف ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فاخذني للدكتور
وكنت أنا أعطيه الحماس والقوة، كان هو شكل الأول التعبان مو أنا التعبانة، إلى أن سبحان الله سويت العملية وكان مرافق في هذا العملية في كل وقت، إلى أن شفاني الله سبحانه وتعالى وأحمد على هذا. المرضى أنواع، هناك مريض إيمان بالله تبارك وتعالى قوي، وهناك مريض متردد، وهناك مريض يائس من رحمة الله، لكن من كان إيمانه بالله تبارك وتعالى قوي وعند أمل بالله فهو المريض الذي يتجاوز المحنة بسلام. ولهذا نحن ماذا نحتاج حتى ننقذ مجتمعنا وننقذ أسرنا من هذا المرض الفتاك الذي بدأ ينتشر في العالم اليوم؟ بحاجة إلى أسرة تدعم المريض وتعينه وتغذيه معنويا ونفسيا وإيمانيا، وبحاجة كذلك إلى أوقاف. لماذا لا يكون لدينا وقف خاص لمرضى السرطان؟ وهناك مشاريع كثيرة ممكن أن تصرف من خلال الأوقاف حتى نعالج مرضى السرطان وحتى يتجاوزوا هذه المحنة بسلام. بعض الذين أصيبوا بمرض السرطان وعاشوا يعانون لمدة